الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا ومستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وأمسية جديدة من أماسي برنامجكم من عمان. هذا البرنامج الذي هو عينكم الثالثة يلقط لكم كل ما هو جديد على ساحتنا المحلية العمانية، ونتشارك معكم لذة الإنجاز في مختلف ميادين الأعمال. فتحية لكل يد تبني من أجل أن تبدع في هذا الوطن الغالي العزيز عمان، وأيضا تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا دائما عبر برنامج من عمان. حلقة الليلة فيها متابعة مختلفة مشاهدينا الكرام، نبدأها بالحديث عن جامعة السلطان قابوس تحتفل بيومها السنوي، ولقائنا سيكون مع الدكتور غازي بن علي بن عبد الله الرواس عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس. أما محطتنا الأخرى مشاهدينا الكرام، سنتحدث عن كتاب مندوس عمان يكشف جماليات وادي السحتل مع الباحث محمد بن زاهر العبري. ومحطتنا الختامية مشاهدينا، سنتحدث فيها عن معهد عمان للنفط والغاز ينظم برنامج أساسيات التعدين مع الأستاذ ناصر بن ناصر السيابي المدير العام لمعهد عمان للنفط والغاز. هذا ما سيكون حاضر في حلقة الليلة مشاهدينا من متابعات منوعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا مرحبا بالكون في أرض السلام، مرحبا مرحبا بالكون في حضن الوئام، مرحبا مرحبا بالكون في أرض السلام، مرحبا مرحبا بالكون في حضن الوئام. موطني سلم إخاء والتئام، موطني سلم إخاء والتئام، موطني للرشد هدي وزمام، موطني للرشد هدي وزمام، موطني للرشد هدي وزمام. للثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي، للثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي، وهنا الآداب نهج ومبادئ، وهنا الآداب نهج ومبادئ،
حبت السقيا وأنعم بالحصاد. للثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي. للثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي. وهنا الآداب نهج ومبادئ، حبذا السقيا وانعم، حبذا السقيا وانعم، حبذا السقيا وانعم، حبذا السقيا وانعم بالحصاد. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا، ونرحب أيضا بكل من انضم لمتابعة من عمان خلال هذه الدقائق أولى محطتنا الحوارية. مشاهدينا، سنتحدث عن احتفال جامعة السلطان قابوس بيومها السنوي، حيث احتفلت جامعة السلطان قابوس بالذكرى السنوية 22 للزيارة السامية للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بعوين وزير العمل. الحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الاحتفال وأيضا عن البحث العلمي، يسرنا أن نرحب بالدكتور غازي بن علي بن عبد الله الرواس عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتور، نورتنا وشرفتنا في البرنامج. شكرا أختي خديجة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. إذن دكتور، في البداية نتكلم عن أهمية الاحتفال بالذكرى السنوية للزيارة السامية للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس رحمه الله. طبعا هذه الاحتفالية السنوية زي ما ذكرت يا أختي خديجة هي احتفاء بالزيارة السنوية التي قام بها المغفور له جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه في عام 2000، ومنذ ذلك الوقت استمرت هذه الاحتفالية السنوية للوقوف على المنجزات التي يعني قطعتها الجامعة في مجال البحث العلمي، وخاصة أن هذه الزيارة أتت بعدها مكرمة سامية في هذاك الوقت. ومنذ ذلك الحين أصبحت يعني هذه الاحتفالية تبرز جميع الأنشطة البحثية في الجامعة والمنجزات التي حققتها الجامعة من أكاديميين وغير أكاديميين أيضا، وفرصة أيضا لإطلاع المجتمع والزوار الذين يحضرون هذه الفعالية على ما يعني تقدمت به الجامعة في خدمة للمجتمع من خلال هذه المشاريع البحثية المختلفة. جميل جدا. إذا دكتور، نحن سنواصل الحديث معك حول هذا الموضوع، لكن يعني نتابع هذا التقرير أيضا مع المشاهدين عن احتفال الجامعة بيومها السنوي، ومن ثم نواصل معك الحديث دكتور. إذا نتابع مشاهدينا هذا التقرير. خير ما تحتفل به أي مؤسسة علمية في العالم هو إبراز دورها في مجال البحث العلمي، ولذلك فإن جامعة السلطان قابوس تخصص احتفالها بيومها السنوي في كل عام للإعلان عن المشروعات البحثية الاستراتيجية التي نالت شرف تمويلها من المنحة السامية، من بينها مشروع نظام الإنذار المبكر بالفيضانات المفاجئة ورصدها لإدارة الكوارث. جامعة تقدمت في التصنيف العالمي كيوس إلى مرتبة متقدمة هذا العام، سواء على المستوى العالمي أو على مستوى الدول، جامعات الدول العربية، وهذا طبعا نتيجة نتاج البحث العلمي من أكاديمي الجامعة وباحثيها، دليل أيضا على جودة مخرجات هذه البحوث وتطورها
ومواكبتها أيضا، لأن هذا التصنيف طبعا هو تصنيف ديناميكي يتغير بحسب الإنتاج البحثي على مستوى العالم. نحتفل اليوم بالذكرى 22 ليوم الجامعة، والذي يمثل قيمة كبيرة عند كل من تسبي جامعة سلطان قابوس. الزيارة السامية للسلطان الراحل طيب الله ثراه كانت في عام 2000. اليوم ما حققته الجامعة من منجزات في المجالات البحثية والمجالات الأكاديمية وخدمة المجتمع، يحق لكل مواطن أن يفخر بهذه المؤسسة التي تشق طريقها كما أرادها السلطان الراحل، وأيضا في ظل الدعم الذي تجده من حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. هذه المناسبة اليوم تقدم فيها الجامعة عطاءاتها البحثية والأكاديمية، وأيضا عطاءاتها في مجال التعليم والتعلم للمجتمع الخارجي. الجامعة احتفلت بيومها السنوي الذي يصادف 2 مايو، وهي ترنو نحو المستقبل بأن تكون بين الجامعات المرموقة على مستوى العالم، في الوقت الذي حصدت فيه المرتبة 8 عربيا في التصنيف الدولي، بالإضافة إلى تكريمها لأكاديميها الذين صنفتهم قائمة جامعة ستانفورد ضمن أفضل 2% من الباحثين في العالم لعام 2022. الحمد لله، طبعا أنا اخترت من ضمن 2% من أحسن علماء العالم. طبعا الحمد لله رب العالمين، حنا مجموعة من الأخوة العمانيين على مستوى جامعة السلطان قابوس اللي كنا من ضمن هذه القائمة. طبعا هذا يعطينا دافع كبير على أن نستمر في بحوثنا العلمية التي تخدم المجتمع العماني، تخدم القضايا العلمية والفنية والاقتصادية. بعد مرور 36 سنة منذ افتتاح هذا الصرح التعليمي الأهم في سلطنة عمان، ما زالت المسيرة مستمرة ومتطورة، وما زال الدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه متواصلا ومتقدا، على اعتبار أن هذا الصرح العلمي هو المكان الأمثل لبناء الشباب العماني علما وفكرا ومعرفة. أهلا بكم مشاهدينا. إذن بعد هذا التقرير الذي يتحدث عن احتفال جامعة السلطان قابوس اليوم بيومها السنوي، نواصل الحديث مع ضيفنا الكريم الدكتور غازي بن علي بن عبد الله الرواس، عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس. إذن دكتور غازي، بعد 36 عام من عطاءات الجامعة وأيضا إخراجها للكثير من المخرجات التي اليوم يعني يشار لها بالبنان، إنجازات مختلفة أيضا ترصد لها، نتحدث عن أهمية البحث العلمي. طبعا لما نتكلم عن أهمية البحث العلمي، البحث العلمي هو مرآة لأي دولة اليوم أو أي أمة. البحث العلمي هو أيضا يعني المحرك الأساسي لإنتاج المعرفة. صحيح. وإنتاج المعرفة يعني يرافق كثير من التحديات، ولكن ولله الحمد في ظل الإمكانيات المتاحة في عمان، يعني لاقى البحث العلمي الاهتمام يعني في الفترات السابقة، وأيضا أكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه على أهمية الاستمرار في البحث العلمي منذ الخطاب الأول لجلالته. فهذا يدل على أيضا أنه حكومتنا الرشيدة تولي الاهتمام كبير بالبحث العلمي، وأيضا واحد من الركائز للخطة المستقبلية لعمان 2040. فطبعا البحث العلمي مهم جدا لأي دولة، وهو أيضا المنفذ الوحيد الذي يعني من خلاله يتم رصد الظواهر والمشكلات التي واجهها المجتمع، وبالتالي إيجاد الحلول لهذه المشكلات. جميل جدا. إذن دكتور، نتحدث أيضا عن موائمة البحث العلمي مع الخطط المستقبلية للسلطنة. طبعا في جامعة السلطان قابوس يعني دائما يتم مراجعة الإجراءات وأيضا الأولويات في الصرف ودعم للبحث العلمي. فعلى سبيل المثال المنحة السامية هذا العام تم توجيهها في قطاعات يعني محددة،
وهذه القطاعات تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة. نعم. وحددت قطاعات مختلفة وأولويات يعني في قطاعات مختلفة التي يعني تهتم فيها الحكومة للخطة المستقبلية، وبالتالي صنفت هذه الأبحاث وأعطيت المقترحات هذه إلى يعني أولوية، وبعد ذلك تم اختيار الأبحاث أو المقترحات للفترة المقبلة. في الجانب الآخر أيضا في برامج الدعم الأخرى دائما يعني المقترحات البحثية والمشاريع البحثية تصب في الجهات وفي القطاعات التي لها يعني تأثير مباشر على المجتمع وعلى حركة الاقتصاد في سلطنة عمان. نعم، جميل جدا. إذن دكتور، أهم الإنجازات التي رصدت في البحث العلمي من جامعة السلطان قابوس؟ طبعا البحث العلمي في الجامعة دائما يعني بشكل مستمر، هناك تقييم لأيضا مخرجات البحث العلمي. على سبيل المثال في المنح الداخلية التي تقوم بدعمها الجامعة تعتمد دائما على إنتاج أو النشر العلمي للكليات المختلفة، وبالتالي يتم رصد الدعم العلمي لأي كلية داخل الجامعة بناء على النتاج البحثي. النتاج البحثي اليوم اللي نتكلم عنه هو مقدار ما ينشر من معرفة في مجلات علمية محكمة في جميع المجالات المختلفة. إلى جانب ذلك أيضا الجامعة تقوم بدعم البحث العلمي بشكل مستمر، وهذا العام تم استحداث بعض البرامج الجديدة في البحث العلمي، ولا زالت هناك بعض المبادرات التي تنتظر يعني الموافقة من مجلس البحث العلمي بالجامعة. على سبيل المثال اليوم أعلن عن استحداث برنامج جديد وهو محفز للفئة من غير الأكاديميين، الفئة البحثية من غير الأكاديميين. يتمثل في نقطتين: إيجاد أو موافقة على الإجازة البحثية لهذه الفئة. نعم. وأيضا استحداث جائزة للباحث المجيد من غير الأكاديميين. أيضا هناك استحداث برنامج أو يعني نقول موازنة مركزية لدعم النشر العلمي للأكاديميين في الجامعة، وهذا من شأنه أيضا يحفز الأكاديميين والباحثين على استمرار في النشر العلمي الذي هو المؤشر الحقيقي لأي دولة، والذي أيضا يعني يصب في تصنيف لهذه الجامعات. نعم، جميل جدا. إذن جهود عظيمة تقوم بها الجامعة من أجل دعم البحث العلمي. ونتحدث أيضا دكتور عن نقطة أنه ربط البحث العلمي بإيجاد فرص عمل حالية في السلطنة. نعم، إحنا لما نتكلم عن البحث العلمي ربما يعني كثير من العامة لا يدرك أن البحث العلمي ملازم أيضا لكثير من الفرص التي تساعد أيضا حتى توظيف الشباب. نعم. على سبيل المثال حاليا المشاريع الجارية في الجامعة يعني نتكلم فقط الجارية. نعم. يعني غير المنتهية وغير المقبلة في السنة القادمة. نعم. تقريبا 555 مشروع بحثي بكلفة إجمالية أكثر من 12.6 مليون ريال عماني. ما شاء الله. فهذه الحركة ترافقها أيضا عقود توظيف للشباب وبناء قدرات. فمن هذه الناحية فيعني هناك ارتباط مباشر بحركة البحث العلمي لبناء القدرات الوطنية، وأيضا حتى الحركة يعني الاقتصادية في البلد. نعم، جميل جدا. دكتور غازي، كونك عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس، فما مستقبل البحث العلمي سواء كان يعني ما تنتجه يعني جامعة السلطان قابوس أو بشكل عام في السلطنة؟ طبعا مستقبل البحث العلمي في الجامعة بالنسق الذي يعني تمشي عليه الجامعة. نعم. بإذن الله سيكون مستقبل مشرق، وهناك بعض المؤشرات التي تدل على تطور البحث العلمي. فعلى سبيل المثال كما ذكر في اليوم في الحفل من قبل نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، يعني تصنيف الجامعة وصل السنة إلى 368 بعد أن كان 375، فهذا مؤشر. ما شاء الله. المؤشر الآخر أيضا على مستوى الدول أو الجامعات العربية، أصبحت الجامعة الآن
سبعة بعد رقم سبعة بعد ما كانت الثامنة. آه ما شاء الله. وصلت الآن إلى المرتبة السابعة. جميل. عندنا أيضا هذا العام يعني ظهر في مؤشر نيتشر 37 باحث من الجامعة، وهذا أيضا في تطور مقارنة بالسنوات السابقة. أيضا عدد العلماء أو الباحثين من الجامعة الذي هم يعني أفضل 2% على مستوى العالم في ازدياد، فهذه كلها مؤشرات أيضا تنبأ بمستقبل مشرق بإذن الله. مؤشرات تدل على يعني أشياء إيجابية إن شاء الله. نعم يعني بإذن الله ومشرقة للسلطنة. دكتور، يعني هل هنالك فعلا تحديات يواجهها البحث العلمي اليوم في السلطنة؟ طبعا البحث العلمي دائما يواجه تحديات في أي مكان في العالم. نعم. ربما البحث العلمي يعني وتيرة التطور في البحث العلمي مرتبطة أيضا بالحركة الاقتصادية بالبلد وبقطاع الصناعة في البلد. نعم. فكثير من الجامعات في الدول المتقدمة البحث العلمي مرتبط ارتباط أو يرتكز أكثر شيء على الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص. نعم. حاليا في عمان تقوم الحكومة بهذا الدور، وننتظر أيضا من القطاع الخاص أن يقوم بدور أكثر في هناك جهود تشكر عليها كثير من الشركات يعني الآن اللي تتقدم دعم في برامج البحث العلمي. نعم. ولكن يعني بتقدم حركة الصناعة وحركة التجارة في البلد، فهذا بيرافقها أيضا تقدم في حركة البحث العلمي بإذن الله تعالى. إن شاء الله، وكل التوفيق نرجو لكل الباحثين وأيضا لجامعة السلطان قابوس على كل الجهود التي تقوم بها، ودمنا دائما أوفياء لهذا الوطن الغالي العزيز عمان. يعني نحن لهذا الوطن، نبني هذا الوطن. فنحن شاكرا أيضا وجودك معنا اليوم دكتور غازي بن علي بن عبد الله الرواس، عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا جزيلا أخت خديجة. شكرا لك. إذن مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج من عمان، ما زال لدينا محطات مختلفة، كونوا معنا. الأصدقاء إلى ضحكات الأحبة، من لمسة حنان إلى صوت دافئ يدخل القلب، نفتخر بكوننا جزءا من عالمكم منذ 1990. شاي أوميلا، الطعم العماني الأصيل. في خيالك دائما صورة ملونة عن الحياة، عن نوافذ أوسع وخيارات أرحب وأجمل، عالم كل شيء فيه يشبهك، العمل والبيت، التطلعات العظيمة والهوايات الصغيرة، الموسيقى والألوان والمشاعر اللي تتحدى كل قدرة على التعبير. عالم رحب، لكن ما يخلى من التحديات اللي تشكل كيانك المتميز. كيان يأتيكم في الأوقات التالية. I
عاشقينك للأبد ما نبي غيرك بدل عاشقينك للأبد عاشقينك للأبد ما نبي غيرك بدل عاشقينك للأبد مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقة اليوم في برنامج من عمان ومساحتنا الحوارية الثانية نتحدث فيها عن كتاب مندوس عمان يكشف جماليات وادي السحتين. الحديث أكثر حول هذا الكتاب وأيضا تفاصيل وكل ما يحتوي هذا الكتاب يسرنا أن نرحب مشاهدينا بالباحث محمد بن زاهر العبري باحث وكاتب. أهلا وسهلا بك أخ محمد، نورتنا وشرفتنا في البرنامج. أهلا وسهلا أستاذة خديجة وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، ونتمنى أن يعني نظهر وادي السحتين في البرنامج بطريقة ممتازة إن شاء الله. إن شاء الله. هو الكتاب اليوم بين يدينا أخ محمد، لو نتكلم بشكل عام عن فكرة كتاب مندوس عمان. الفكرة فكرة الكتاب أول شيء في البداية ما في كتاب ظهر خاص عن وادي السحتين. نعم. هذا أول إصدار عن وادي السحتين، يعني الكتاب بشكل عام يتحدث يعني يتحدث عن وادي السحتين، مناطق وادي السحتين، القرى، الشخصيات، الأشياء الأثرية. جميل. يعني كتاب ملم، صح أنه يعني محتوى بسيط تقريبا ما يتعدى 70 صفحة، لكن في طيات هذا الكتاب محتوى يعني جدا ثري من الشواهد الصخرية والقبور والصور الجميلة لعنوان السحتين. جميل جدا. إذن هو دائما المختصر المفيد هو الأهم، يعني حتى لو كان عدد الصفحات قليل إلا أن المحتوى هو يكون المهم. أخ محمد، لو نتكلم أيضا عن أهمية موقع وادي السحتين وأيضا قربها من أو قربه من محافظة الداخلية. وادي السحتين هو يعد يعني من أكبر الأودية في السلطنة. نعم. يعني في عدد سكان كبير، موقع شمال غرب الولاية وتقريبا يبعد عن مركز ولاية الرستاق 50 كيلومتر تقريبا لحد آخر منطقة اللي هي منطقة الفراعة، ويتعدى 10,000 نسمة عدد سكان وادي السحتين. ما شاء الله. ويعني القرى تفوق تقريبا 50 قرية من قرى وادي السحتين. نحن وادينا موقع قريب من ولاية الحمراء أو محافظة الداخلية بشكل عام، لأنه يقع أسفل جبل شمس. نعم. تقريبا هي أعلى قمة في على مستوى الوطن العربي. جميل جدا. إذا اختيارك لمندوس عمان بالتحديد يعني المسمى لماذا؟ لو نعرف أيضا المشاهد عن هذا السبب. سمينا مندوس عمان لأنه يعني أول شيء أنه كان يعتبر سلة غذائية، والمندوس دائما ثري يعني. نعم. والوادي كان يعتبر أحد المصادر اللي فيها الفواكه وفيها المحاصيل الزراعية والخضار، وأغلب الفواكه والنخيل والمنتوجات والعسل. يعني الوادي أنا اختصرت لش العبارة. نعم. أنه يعتبر سلة غذائية متكاملة. نعم. سواء من النباتات أو من الفواكه أو من النخل بشتى أنواعها. جميل جدا. إذا نتكلم أيضا أخ محمد عن أبرز الشخصيات التي ذكرتها في الكتاب. والله يعني الوادي يعني طلع شخصيات ويعني شخصيات كبيرة، وحتى عاش في الوادي حد من الأئمة وحد من السادة في منطقة الصير معنا، عاش والد معالي الوزير الداخلية حمود بن فيصل، والدة فيصل عاش في هذه المنطقة في فترة من الفترات. كذلك الشيخ الرشيد اللي هو جدي الشيخ علي بن هلال بن علي العبري، أحد الشخصيات البارزة في الوادي، وهو كان الشيخ ورشيد المنطقة، هو اللي يعني عمل نقلة نوعية كبيرة للوادي في عهد السلطان الراحل طيب الله ثراه. وكان من ضمن الإنجازات اللي حظي بها وادي السحتين في هذه الفترة صدر في 2012 إنشاء طريق وادي السحتين، ولله الحمد. كنا طبعا نعاني كثير في الوادي لما تنزل أمطار أو يصير أي شيء، وعورة الطريق. وثاني شيء يعني لولا قدر الله ست أمطار نزلت الوديان كنا ما نقدر ننقل المرضى إلى مستشفى الرستاق المرجعي أو شيء، ويكون شوية صعوبة في التنقل
من بداية الوادي إلى نهاية الوادي، ولكن الحمد لله رب العالمين الحين الحكومة الرشيدة في عهد السلطان هيثم بن طارق يعني كل الأمور بدأت تتيسر والأمور إلى الأفضل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذن نتكلم أيضا عن أبرز الشواهد وأيضا الآثار السحتانية التي تضمنها مندوس عمان. مندوس عمان يوجد به النقوش الصخرية للباحث الوارث الخروصي في مدخل الوادي، هذه تعتبر الأبجدية السحتانية. نعم. وهذه النقوش يعني تم ترجمتها الألفاظ عفواً اللي هي الآثار والنقوش السحتانية. نعم. تم ترجمتهن، هذا تعود إلى 12 للهجرة هذه يعني النقوشات. نعم. وتم يعني تحديد الموقع مالها من قبل وزارة السياحة والتراث، وهي تعتبر أحد المناطق أو الأماكن المهمة اللي يزورها السائح أثناء زيارة لوادي السحتان. كذلك أبرز الأشياء التراثية يعني عندنا قلاع، عندنا حصون، وعندنا الطريق اللي هي اسمها طريق السنسلة. نعم. طريق السنسلة هذه رابطة بين وادي السحتان وولاية الحمراء. نعم. الحين يكثر فيها موضوع الهايكينج والزيارات الجبلية سواء للطاقم السياحي أو الناس اللي تحب المشي عن طريق على طريق الجبال. نعم. نعم. جميل جدا. إذا نتكلم عن أبرز الأماكن السياحية الموجودة في وادي السحتان، كون يعني بعد هذا السرد الجميل عن الوادي ربما بعض المشاهدين يحبوا أنهم يزوروا الوادي، فنتكلم عن أبرز الأماكن السياحية أو أبرز المناطق الموجودة فيها. في البداية أول ما تدخل الوادي طبعا تجي قرية الطباقة، بعد الطباقة قرية الخضرة. نعم. قرية الخضرة يوجد بها عين كبريتية حارة اللي اسمها عين الخضرة. الخضرة اللي هي هذه. الخضرة هي هذه. أيوة. اللي نعم. هذه الصورة اللي هي في الغلاف. نعم. صورة الغلاف مال الكتاب. نعم. وهذه العين يعني يقصدها السائح للزيارة وللعلاج، بحيث إنها يعني بما إنها يعني مياه كبريتية وتستخدم للعلاج للناس اللي تعاني من أمراض البهق أو الأمراض الجلدية بشكل عام. نعم. بعد قرية الخضرة نجي إلى قرية. هذه هي قرية الخضرة؟ أيوة. لا ما هذه قرية المبو. المبو نعم. أيوة. وبعدين نوصل لحل إلى بعد قرية الخضرة، هذا أبرز المواقع عندك، هذا حصن الطباقة. نعم. وهذه المنطقة اللي هي منطقة الفراعة. الفراعة جميلة جدا. آخر منطقة. نعم. أيوة. وكذلك منطقة الحاجر. نحن عندنا بعد الخضرة تكون قرية يصب. قرية يصب مشهورة بالرمان والفواكه والمحاصيل الزراعية. جميل. وهذا اللي هي اللي قرية الخضرة مدخل الوادي. غلاف الكتاب. نعم جميل. كذلك جدا. معانا يعني بعد في عندنا قبور أثرية يعود تقريبا عمرها إلى 300 سنة قبل يعني في قرية فسح وفي قرية عمق تم عملهن يعني لوحات. وتعتبر هنا الحين في شخص يتواصل معي جالس يعد برنامج وبحث عن القبور، يعمل يعني ترجمة وقراءة للقبور. جميل جدا. أيوة. إذن بعد هذه الجولة الجميلة في وادي السحتان نتكلم أيضا عن المنتجات الزراعية المحلية التي تخرج من هذا الوادي. الوادي يعني تكثر فيه محاصيل زراعية عديدة، منها الصفرجل والليمون، الثوم العماني، عندك بعد الثوم العماني و ليمون والعنب. نعم. في والخوخ والمشمش. طبعا هذا الفواكه يستغربوا الناس انها موجوده في وادي السحتان. نحن عندنا منطقه يصب هي منطقه بارده، وعندنا منطقه الهويب نفس الشيء. نعم. يوجد بها هذا يعني الفواكه النادره مثل ما يقولوا. وعندنا طبعا الشجر اللي في الجبال، عندك شجره الشوع. نعم. وهي تعتبر احد الادويه تستخدم زيت الشوع والسعتر. نعم. ومجموعة كبيرة من المحاصيل عندنا تقريبا نفس الشيء، الخيوط اللي هي يعملوها من الغزل. نعم. معانا نفس الشيء الغزل والأنسجة وصناعة السيوف والخناجر في وادي السحتان. نعم جميل جدا. إذن هو الكتاب الأول لك كإصدار، صحيح أخ محمد؟ نتعرف أيضا على طموحاتك المستقبلية أو خططك القادمة إن شاء الله. أول إصدار يعني أنا كنت أعد تقريبا 3 إصدارات. نعم. ولكن شفت أن هذه الإصدارات يعني ممكن أن أجلها بحيث أن أظهر وادي السحتان، لأن وادي السحتان شوية مغيب إعلاميا، فقلت بظهر أول كتاب مندوس عمان، ومن ثم إن شاء الله ننتقل للإصدارات الثانية. في إصدار في مجال تخصصي،
طبعا انا عامل مبادره، انا تخصصي في الاطفاء وفي الانقاذ. نعم. وعامل مبادره وعامل اصدار خاص في الاطفاء. جميل. وفي يعني رؤيه وفي دراسه لكثره الحرائق واسبابها، ان شاء الله راح يكون موجود. وفي كان كتاب بعده عن السلطان الراحل طيب الله ثراه. اللهم امين. وان شاء الله نفس الشيء يعني في معرض الكتاب القادم راح يكون موجود باذن الله تعالى. ان شاء الله. اذا احنا كل التوفيق نرجو لك اخ محمد بن زاهر العبري، مؤلف كتاب مندوس عمان وايضا باحث. شكرا جزيلا لك وكل التوفيق نرجو لك باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا، الله يحفظكم. وانا من هذا المنبر حاب اقدم رساله شكر لكل شخص ساهم ووقف معي في إصدار ونجاح هذا الكتاب. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا متواصلين معكم في من عمان، لكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. منذ 1990 شاي أوميلا، الطعم العماني الأصيل. الثقافة أسلوب حياة وسفر وتجوال في عقول الآخرين، تتجاوز كونها نقلاً للأدب أو نطقاً لفكر. نتعرف على ما يحدث في عالم الثقافة بدوائره المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً. في كولاج نفتح نافذة القول والحكاية والضوء. برنامج المجهر، برنامج أسبوعي يطل عليكم ويرصد لكم كل ما هو جديد في عالم التقنية وصناعة التطبيقات وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى العديد من المواضيع العلمية حول العالم. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. بكم مشاهدينا. أقام معهد عمان للنفط والغاز برنامجا للتعريف بأساسيات التعدين، ويستهدف هذا البرنامج موظفي المديرية العامة للمعادن في الوزارة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ نصر بن ناصر السيابي، المدير العام لمعهد عمان للنفط والغاز. أهلا وسهلا بك أستاذ نصر معنا، شرفتنا ونورتنا. أهلا وسهلا أستاذ خديجة. أهلا وسهلا بك. إذا نتكلم في البداية ونتعرف عن نبذة بسيطة عن معهد عمان للنفط والغاز.
معهد عمال للنفط والغاز تم تدشينه في 2018. نعم. تحت رعاية الكريمة لصاحب السمو سيد شهاب بن طارق السعيد الموقر. المعهد هو ثمرة الاستثمار في القيمة المحلية المضافة بين شركة تكاتف عمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني وبين شركة شلمبرجير للخدمات النفطية. نعم. المعهد طبعا يقع في أول منطقة علمية خاصة في السلطنة مجمع الابتكار مسقط داخل حرم جامعة السلطان قابوس، وله شراكات عالمية مع كبرى الشركات العاملة في مجال التدريب في مجال النفط والغاز والطاقة بشكل عام، ومؤخرا يعني تم إضافة قطاع التعدين إلى البرامج التي يقدمها المعهد. نعم جميل جدا. إذا برنامج اليوم هو يتحدث عن أساسيات التعدين، فلو نتحدث أيضا عن أهمية قطاع التعدين اليوم في السلطنة. طبعا القطاع التعدين من القطاعات الواعدة في السلطنة والتي يرجى منها أن تساهم في الناتج المحلي. هناك حراك على جميع المستويات من القطاع، من الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن، ومن القطاع الحكومي والخاص. قطاع التعدين من القطاعات التي نمت في ظل الجائحة بينما تأثرت أغلب القطاعات الأخرى. تقريبا في 2021 مقارنة ب 2020 نمى القطاع بحوالي 12%، ما شاء الله، وهي نسبة كبيرة عالميا. نعم. ويتوقع أن يتسارع النمو في قطاع التعدين، بالإضافة قطاع التعدين هو أحد المصادر للخامات التي يحتاجها القطاع الطاقة البديلة. نعم. والتي يتوقع أن يتم فيها استثمار كبير في السلطنة وعلى مستوى عالمي، لذلك يتوقع من هذا القطاع أن يساهم مساهمة واضحة، وأيضا طبعا له مساهمة كبيرة في تنمية المجتمعات المحلية وتوفير وظائف للشباب العماني. إذن من هذا المنطلق لو نتحدث عن أهمية تنمية الكوادر وأيضا تعريف الكوادر بأساسيات التعدين. طبعا استاذة خديجة، ما ممكن احنا نطور يعني القطاع اذا ما طورنا الكادر. صحيح. البشري. نعم. ودائما هناك تركيز يعني في الكادر البشري، هناك دائما تغييرات، وهناك دائما تكنولوجيا حديثة واساليب جديدة. نعم. وهناك ممارسات عالمية تقدمت بعض الدول، يعني احنا في عمان طبعا مقارنة بدول مثل استراليا، مثل جنوب أفريقيا، مثل بعض الدول الأوروبية وفي أمريكا طبعا. نعم. وإقليميا مثل المملكة العربية السعودية لهم باع كبير في التعدين. نعم. فهناك ممارسات نحن نرغب الحقيقة أن نستفيد منها وننقل هذه الخبرات إلى, 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 إلى السلطنة، بحيث الشباب العامل في قطاع التعدين يستطيع المساهمة، يستطيع إنتاج وابتكار منتجات جديدة، ليس فقط استخراج الخامات بل تحويلها إلى صناعات تكميلية وتحويلية. وطبعا نفس الشيء بالنسبة للمشرعين أو الموظفين المشرفين على القطاع. نعم. يكون لهم دراية واسعة بالشق العلوي والسفلي في الصناعات التحويلية في التعدين. جميل جدا. إذن البرنامج الذي أقامه معهد عمان للنفط والغاز لأساسيات التعدين، ونتحدث أكثر عن هذا البرنامج وأيضا الذي جاء في هذا البرنامج. طبعا هو يعتبر من البرامج المميزة الحقيقة، أخذ إعداد البرنامج حوالي سنة إلى أن تم تدشين البرنامج هذا الأسبوع بحمد الله. البرنامج يستهدف الموظفين الحكوميين. نعم. وأيضا يستهدف المهندسين في شركات الحكومية والخاصة. نعم. البرنامج يمتد لمدة سنتين، يبدأ بإندكشن بروجرام مدة أسبوعين، ومن ثم هناك عدة يعني وحدات تستمر لمدة أسبوع.
حاليا عندنا تقريبا 60 موظف من وزارة الطاقة والمعادن، ما شاء الله. وعندنا بعض الموظفين من شركة تنمية معادن عمان دخلوا للبرنامج. طبعا تم تصميم البرنامج بحيث هناك شراكة بين الخبرات العالمية وبين الجهات والجامعات المحلية. نعم. عندنا تقريبا 7 جهات تقدم في هذا البرنامج الاندكشن بروجرام اللي يستمر اسبوعين، بينها جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية. جميل. وهيئة البيئة وطبعا وزارة الطاقة المعادن والخبراء اللي عندهم، وعندنا نفس الشيء شركة تنمية معادن عمان وشركة كنوز القابضة، وعندنا بعض المحاضرات تقام عن طريق المعهد السعودي التقني الذي تم توقيع معهم مذكرة تفاهم بينه وبين معهد عمان للنفط. جميل. والغاز. إذن كيف تم اختيار هؤلاء الموظفين وإلحاقهم بهذا البرنامج؟ طبعا اختيار الموظفين جاء من الجهة المرسلة اللي هي وزارة ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن. أنا أوجه لهم كل التحية وسعادة الوكيل سالم العوفي، يعني دائما داعم للمبادرات لتنمية الموارد البشرية. صحيح. في قطاع التعدين، وخاصة أن الوزارة لها باع كبير في قطاع التدريب في قطاع النفط والغاز. نعم. الحين نحاول الاستفادة في الحقيقة من هذه الممارسات لنقلها لقطاع التعدين. إذن أهمية نقل الخبرات من مجال النفط والغاز أيضا إلى مجال التعدين. طبعا الاستثمار في قطاع النفط والغاز هو استثمار ضخم، يعني مقارنة بقطاع التعدين القوى البشرية العاملة، التأهيل الذي يحصل عليه يعني العاملون والمهندسون يعني أكبر بكثير من اللي يحصل في قطاع التعدين. نعم. من أهم الأولويات والحقيقة التي يحرص عليها يعني نقل هذه المعرفة هي أولوية ممارسات الأمن والبيئة والسلامة. نعم. ولعلكم الجميع سمع عن آخر يعني الأحداث المؤسفة اللي صارت في 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 بعض يعني أنشطة التعدين. صحيح. هذا البرنامج يساهم في الحقيقة لإعطاء ورفع المعرفة للشباب أو الشابات الملتحقين بالبرنامج. وأيضا من هناك يعني في قطاع النفط والغاز كما يقال هناك يعني بروسس معين في 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 طريقة العمل. نعم. وفي الاستكشاف وفي الحفر وفي الإنتاج وفي إدارة الحقول. صحيح. كل هذه الخبرات احنا نسعى الى تطبيقها في قطاع التعدين. جميل جدا، إذن كل التوفيق نرجو لكم بإذن الله، وبرنامج مكلل بالنجاح إن شاء الله. نحن شاكرين وجودك معنا الأستاذ نصر بن ناصر السيابي المدير العام لمعهد عمان للنفط والغاز، شكرا جزيلا لك. شكرا على استضافتكم. شكرا لك. وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعتكم الطيبة. ليلة سعيدة هانئة نرجوها لكم بإذن الله. شكرا لمتابعتكم لبرنامج من عمان هذه الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، مخرجنا عبد الله العمري، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية شاي أوميلا، الطعم العماني الأصيل. هو حل واحد في الشغل دليل عليه موتك يا شديد، وهذا الإشي الوحيد اللي بتقدر تعمله لبنتك. فجر وجليلة لازم يهربوا من الخوابي، بتهم يذبحونا. يا ملاك
فكيت يا شديد، هجموا لنا تركوا العسل زي ما انت شايف يا شديد بيك. دخلوا الدار ونهبوها. شايف يا بيك الدار تنسرق وانا وزلام حاطينها من كل مطرح. بدي اياك تلم كل زلمه لساته حر في الخوات. ولا في انطلاقه اقعد اقعد ضيع على بطنك. طلع لك من هان الا على كبرك. شايف يعني متوقع هذا الشر؟ شايف قال له قدامكم سرور لعجاف. اللي بيننا كسر عظم وموت ذكرى ما بتاكل هالسنين يا شديد. يعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني عن فتح باب التسجيل في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 30، وذلك على النحو التالي: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المتسابق من مواليد عام 2007 للميلاد فما فوق، المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المتسابق من مواليد عام 2011 فما فوق، المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المتسابق من مواليد عام 2014 فما فوق. سجل الآن عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل 4 من محرم لعام 1444 للهجرة، الموافق 6 من أغسطس لعام 2022 للميلاد. لمزيد من المعلومات نرجو التواصل على الأرقام التالية: 2435-9388، 2435-9476، على الواتساب 922-455-05. مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، جيل مبني على النهج القرآني. برنامج المجهر، برنامج أسبوعي يطل عليكم ويرصد لكم كل ما هو جديد في عالم التقنية وصناعة التطبيقات وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى العديد من المواضيع العلمية.